انا النهارده راح اشوف العائله المصريه اللي انا كنت عايش معاهم من 20 سنه. دي انا كنت ساكن معها من 20 سنه من 2003 ل 2004، ولما جيت مصر ثاني الاسبوع اللي فات انا قلت لازم اروح اشوفهم عاملين ايه وايه اخبارهم، لانه للاسف الشديد انقطعت العلاقه بيننا من حوالي 10 سنين، لانه رقم تليفونهم اتغير وما كنتش عندهم الفيسبوك. اتعرفت عليهم، اتعرفت على أبو أحمد اللي هو والد الأسرة بالصدفة في الشارع هكذا. يعني هو كان يشتغل في مجال السياحة في مصر، وأنا أول ما جيت مصر أنا قلت يعني أنا جيت لمصر عشان أتعلم العامية. كان عندي مستوى من اللغة العربية، يعني لحد ما كنت أعرف اللغة العربية الفصحى، بس العامية لسه ما كانش عندي. والله بصراحة المعاملة كانت أحسن معاملة، هم ما عاملونيش على أساس أن أنا واحد غريب، يعني حسيت أن أنا يعني فعلا يعني جزء من الأسرة. أبو أحمد الله يرحمه دائما كان بيقول لي التعليم مش من الكتب، الحياة مدرسة.